علينا أن نحول محور الخطاب من المدارس الفقهية والفكرية والعقائدية وغيرها التي تمحور على أساسها الخطاب، ونعيد تمحور على القرآن الكريم وحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المتمعن في خطابنا الديني اليوم في المساجد والقنوات وغيرها من المحافل يدرك حقيقة لا مجال للنقاش حولها، أن هذا الخطاب قد أسس على مدارس فقهية أو مذهبية أو غيرها، ولكنه لم يؤسس على الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. لكي نعيد محور الخطاب الديني إلى السكة الصحيحة وإلى الطريق الصحيح، علينا أن نحول محور الخطاب من المدارس الفقهية والفكرية والعقائدية وغيرها التي تمحور على أساسها الخطاب، ونعيد تمحور هذا الخطاب على القرآن الكريم وحده. فكتاب الله تعالى هو المصدر الأساس والوحيد لخطاب يغير أمة وينفض عنها الغبار ويعيدها إلى مجدها التليد. إن هذا الخطاب الذي ندعو إليه يجب أن يؤسس أساساً على كتاب الله تعالى، ثم بعد ذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ليس الخطاب الذي أسس على آراء الرجال وأسس على ربما أحاديث صحت أو لم تصح، أما الخطاب الذي ندعو إليه وهو الذي يؤسس على القرآن كمحور أساسي لاستنباط الأحكام والرؤية والتوجه، هذا هو الخطاب الذي سيغير واقعنا مما نحن فيه إلى واقع مشرق على خطى النبوة والأنبياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.